يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يوجد فرق في الحكم بين تصوير الكائن الحي بكامله وبين تصوير جزء منه كرأسه فقط أو نصف الجسم؟ الصورة هي الوجه، الصورة هي الوجه، وأما إذا صورت يده ولا رجله ولا بعض أعضائه هذه ليست صورة، لكن إذا صور وجهه هذه الصورة المنهي عنها. نعم.